أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة هذا المساء. وفي عناوين الليلة نتابع: لافروف في جولة خارجية استهلها بالبحرين، ولي عهد المملكة بن حمد يحيد بلاده من المواقف الدولية إزاء موسكو، يقول إنه لا ينوي صب الزيت على النار. وفي ظل هذه الزيارة الروسية نسأل: هل ولدت ميتة تلك المساعي الأمريكية لإيجاد بديل عن النفط الروسي في الخليج؟ بأغلبية ضيقة انتخاب رئيس حركة أمل الشيعية نبيه بري لرئاسة البرلمان اللبناني، ويتمنى أن تكون هذه الخطوة الأولى لتحسين أوضاع اللبنانيين، ويلتقي بري لبدء مناقشة تشكيل الحكومة. في الخليج، حطت رحال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم التقى بولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، وغدا من المفترض أن يجتمع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخارجي في الرياض. زيارة تأتي في وقت حساس، أي في خضم الحرب الأوكرانية ووسط مواقف وعقوبات يتبناها الغرب تباعا ضد روسيا. لكن بن حمد أكد أن بلاده لا تريد أن تصب زيت على النار وتسعى لإنهاء معاناة جميع الشعوب، موقف شبيه بتلك التي اتخذته السعودية التي ترفض حتى الآن تلبية طلب الولايات المتحدة بالتعويض عن النفط الروسي المقاطع، وتتمسك باتفاقات أوبك بلس التي تضم موسكو. وعليه تبدو زيارة لافروف خطوة لتثبيت التفاهمات مع روسيا بل ولتعزيزها. وفي هذه الحال قد يعقد هذا أهداف زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، والتي تشمل البحث عن بدائل للغاز الروسي في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي البدء بتخفيض اعتماده على الغاز الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل السعودية قادما من البحرين ضمن جولة خليجية يلتقي خلالها نظراءه في الدولتين وأيضا الإماراتي والكويتي. زيارة تتزامن مع تسجيل كييف نصرا في معركة الحظر الأوروبي على النفط الروسي، إذ ستنخفض مشتريات الأوروبيين للطاقة الروسية ب90%. ويبدو أن الزيارة ستثبت موقف دول الخليج لئلا تمنح طوق نجاة للغرب في مجال الطاقة، خصوصا على ضوء موقفه إزاء طهران. كما أعلنت غازبروم تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا، وطالما كان الخليج مرشحا لسد النقص العالمي بالطاقة الذي خلفته الحرب الروسية في أوكرانيا، حرب أدت إلى تعطل عمليات إيصال القمح وغيره من المواد الأساسية من البلدين اللذان ينتجان 30% من موارد القمح العالمية، ما أثار القلق حيال خطر الجوع في العالم. لافروف أوضح أنه إذا رفع الغرب العقوبات عن بلاده ونزعت أوكرانيا الألغام من مياهها الإقليمية، فستضمن روسيا إنشاء ممرات آمنة لسفن الحبوب إلى البحر المتوسط وثم لوجهاتها. وبغض النظر عن ملفي الطاقة والغذاء، فإن زيارة لافروف تحمل معنى دبلوماسيا أن الخليج أصبح مستقلا بسياساته الخارجية ومفتوحا على كامل القوى العظمى. فحضور لافروف الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون الخليجي في وقت تتعرض بلاده للعزلة الغربية دليل على تحدي الخليج للرغبات الغربية بنبذ موسكو. رسالة لا بد وأن التقطها الضيف المقبل على الخليج سيد البيت الأبيض الديمقراطي جو بايدن. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس جون بيير ميلالي الباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومن موسكو دكتور محمود الأفندي أستاذ بأكاديمية العلوم في موسكو. أبدأ معك دكتور محمود، صحيح أن هذه الزيارة تأتي ضمن اجتماع الشراكة الاستراتيجية الخارجية الروسية، لكن حتى الآن تفاصيلها غير موضحة بالكامل. برأيك ما الذي تبحث عنه روسيا الآن في التحديد في الخليج؟ أول شيء سعد أوقات صديقي والأخوة المشاهدين، خلينا نحكي بصراحة أكثر اليوم إنه هذه الزيارة هي محددة الهدف بسبب الحزمة السادسة من العقوبات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي على روسيا، وهي يعني تطلق يعني هي النقطة الأساسية هي حظر النفط الروسي. يعني هذا الحزمة تعني أن للغرب ليس له أي بديل الآن غير أن يتجه إلى الخليج، لذلك كانت انطلاقة روسيا عن طريق وزير خارجية سيرجي لافروف إلى الخليج لإقناع أو أن يعلم جيدا أن الآن تبدأ الضغوطات الأوروبية الكثيفة والولايات المتحدة الأمريكية على الخليج لزيادة إنتاج النفط وما يسمى تعويض النفط الروسي، يشكل حوالي 12 أو 13% من الإنتاج العالمي.
لتعويض هذا النفط إلى أوروبا، لأنها بحالة نوعا ما مأساوية راح تحصل بأوروبا، وسترتفع أسعار النفط لأرقام خيالية إذا تم الحظر فعليا. هلا في حظر النفط ولكن ليس فعلي، لا آخر السنين يمكن يحصل فعلي، هذا يؤدي إلى ارتفاع قياسي لأرقام أرقام قياسية في أسعار النفط. فهنا الروسي أدى الرئيس سيرجي لافروف ليشرح الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين. يعني 2014 لما روسيا شعرت ان الاتحاد الاوروبي عفوا الولايات المتحده الامريكيه قررت انهاء روسيا وتفكيكها عن طريق وجود عدو جيوسياسي بخاصرتها في اوكرانيا، روسيا اتخذت احد الاجراءات الاكثر اهميه هي الاوبك بلس، الشراكه مع منظمه الاوبك عام 2016. هذا يعني ان في هناك اتحاد الان بين الاوبك بلس ومنظمه الاوبك على زياده او خفض انتاج النفط. هذا يعني الآن ضمن هذه الاتفاقيات الوزير لافروف فعليا اليوم شرح للوزراء خارج وزير خارجية البحرين وغدا في وزراء خارجية الدعوة الخليجي أنهم إذا ثبتوا على مواقفهم ولم يعوضوا النفط الروسي سيكسبوا أكثر، سيكسبوا كثيرا، يعني سيرتفع أسعار النفط. ومن الكسبان في الأخير؟ الخليج العربي. يعني هذا الطقوس تهل على الخليج العربي، لانه ليس حتى يعني راح يضطروا اكيد راح ياخذوا من الخليج العربي ولكن باسعار مرتفعه، بينما اذا زاد الخليج انتاج النفط حيضبط اسعار النفط، حياخذوا اسعار مرتفعه كما قالت وزير الاقتصاديه الامريكيه. طيب. ان العقوبات ليس لها معنى بدون الخليج العربي. طيب. يعني بالعكس سنزيد الاموال على دول منتجه النفط. وبالحديث عن الخليج العربي ينضم الينا دكتور محمد الحربي الباحث في شؤون الاستراتيجيه والعسكريه من الرياض. دكتور، اذا هي وكما تفضل دكتور محمود زياره وقائيه استباقيه لتنسيق المواقف مع الخليج قبل ان تبدا اوروبا والغرب خطواتها حيال الخليج فيما يتعلق بملف النفط. مساء الخير، تحية لك ولضيفيك الكريمين. لا حقيقة نتكلم، أول شيء خلينا نعرف أن المملكة العربية السعودية لا تستخدم بداية سلعة النفط في أي توترات جيوسياسية، وقد أظهرت موقفها للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. هناك اجتماع أيضا في الخميس القادم 2 يونيو اجتماع أوبك بلس ومناقشة عدة مواضيع في أمن الطاقة والممرات الحيوية الاستراتيجية، تمديد الاتفاق إلى ما بعد 2022 نهاية العام الحالي، خاصة أن الاتفاق ما زال ساري المفعول وإنتاج أكثر من 400,000 برميل نفط يوميا. فالموضوع وفق التوترات الحاصلة في المنطقة، التوترات الاتحاد الأوروبي وقد أخفق في حزمة العقوبات على الطاقة الروسية، خاصة إن لاحظنا البارحة أصدر عقوبات إنه حتى يعني ثلث أو ثلثين الطاقة المستخدمة من روسيا، وحتى نهاية هذا العام المجر تحفظت، فما زلنا نقول إنه 35% وحتى نهاية العام ما زالت روسيا نفط أو غاز بروم تتعامل مع الشركات الأوروبية. سير جون بير، هل توافق معي أن أوروبا والغرب حشروا أنفسهم في زاوية عندما اتخذوا هذا الموقف وهذا القرار بالتخلي عن 90% من النفط الروسي بنهاية العام الجاري، وأنت تسمع ما تسمعه سواء من دكتور محمود أو دكتور محمد من الرياض؟ مساء الخير للجميع. طبعا هناك فيما يبدو صعوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على فرض سياسته لكل أعدائه، ولكن حتى الآن هذه السياسة ناجحة وهي التي سببت زيارة لافروف إلى الخليج، زيارة لم نلمس بعض القرارات الناتجة عنها. ولكن لا أظن أن الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في زاوية، يعني ليس من المبكر نحكم بهذه الطريقة. هناك طبعا يعني ضرورة الإجماع لكيان مثل الاتحاد الأوروبي يجعل أولا هو نظام ديمقراطي، ثانيا يجعله صعب على إقناع كل الأعضاء. ولكن هناك أحيانا مفاجآت، مثلا تعلمنا اليوم أن العراق قدم خدماته للغرب لأن
أن الأسعار جعلت بعض البلدان من الشرق مثل الهند تطلب أقل نفط من العراق، فالعراق له مصلحة في أن يواصل بيع إنتاجه إلى الزبائن إن كانوا من الغرب أو من الشرق. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي من باب التجارة الحبوب، هي أن مصر وجدت حلا لتشتري الأوكراني بطريقة سوف آتي إلى جزئية الحبوب، لكن أريد أن أبقى قليلا. ذلك يعني أن هناك إمكانيات لم نراها بعد التي يمكنها أن تحل محل ما كان معتاد عليه. طيب دكتور محمود سوف أعود إليك، سمعت ما تفضل به سيد جون بيير ودكتور محمد من الرياض قال قبل قليل وأكد أن هناك اتفاقات والتزامات ضمن أوبك بلس ملتزمون بها، أم أن هناك منافسة على ما سوف يجري ابتداء من العام 2023؟ وكما قال السيد جون بيير هناك ما تزال هوامش للبدائل وللمناورة. لو نركز على الطاقة سوف نأتي إلى الحبوب والغذاء بعد قليل. أول شيء في مثل بيقول المؤمن لا يلدغ من الجرح مرتين، يعني فعليا روسيا بتاريخها علمت جيدا من الخليج العربي كان محكوما بشكل كبير من السعوديه عفوا من الولايات المتحده الامريكيه، وفعليا خلينا نقول ان عام 1991 لما انهار الاتحاد السوفيتي اللاعب الاساسي في انهيار الاتحاد السوفيتي كان المملكه العربيه السعوديه، وهذا كل جعل تعلم السياسه الروسيه جيده، لذلك روسيا لا تريد ان تعود الى الوراء وتعود على نفس وتقع بنفس الفخ اللي وقعت فيه عام 1991. لذلك روسيا ظلت خلال السنوات الماضية تقوي علاقاتها مع الخليج العربي على شراكة اقتصادية. هذه الشراكة الاقتصادية الآن حتى لا تضطر، يعني تعلم روسيا حتى لو المملكة العربية السعودية لم تخضع على الضغوطات، ولكن الضغوطات ستزداد أكثر بكثير ما تتوقع. يعني أنا في حد أقول لك يا أنه تصل الضغوطات إلى حد التهديد، حتى التهديد الأمني. يعني نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا تحمي المملكة العربية السعودية عن طريق أجوائها، عن طريق صواريخ الدفاع الجوي والباتريوت وحمايتها من الحوثيين من ما يسمى الطيران المسير. يعني فعليا الاتفاق العسكري السعودي الأمريكي هو كبير جدا، ويمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب هذا الدور بشكل كبير. لذلك يعني حتى تكون واقعية من حوالي شهرين لما حاول الرئيس بايدن اتصال بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، محمد بن سلمان لم يأخذ الهاتف. يعني هذا الدليل أن ستزداد الضغوطات أكثر بأكثر بكثير وتتصور، لأن فعليا إذا لم يلاقي الغرب تعويضا على النفط سيصل أولا إذا يعني إذا حل عام 2023، تصور بس مجرد تصور حل عام 2023 والأوبك بلس مع الأوبك لم يزيد إنتاج النفط لتعويض النفط الروسي، ماذا سيحصل؟ سيصبح سعر النفط 300 إلى 350 دولار واحد. اثنين، سينهار اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالكامل بالكامل، يعني ستصبح الثورات في كل مكان في أوروبا. هذا ما قاله اليوم فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر. اسمع لي أن أعود لدكتور محمد. دكتور محمد تطرقتم إلى، أو بالأحرى الدكتور محمود تطرق إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة. الآن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى الآن لا أحد متأكد إن كان سوف يلتقي بولي العهد السعودي، لكن إلى أي مدى السعودية مستعدة هنا للاستجابة للولايات المتحدة التي سوف تقوم بهذه الزيارة للسعودية لتحقيق أهداف معاكسة لتلك التي لدى موسكو؟ لا، المملكة العربية السعودية هي محور التوازن، وأوضحت ذلك مرارا وتكرار. مؤسسة أوبك العتيدة هي أنشئت عام 2016، 23 دولة أعضاء اللجنة الوزارية، روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، وهدفها توازن الأسواق في الطاقة واستمرارية تدفقها إلى العالم، خاصة نتكلم على المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية يمثلان 20% من حجم إنتاج الطاقة العالمية وأكثر من ذلك. ولكن الآن الوضع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، الحرب الروسية الأوكرانية، انخفاض سلاسل التوريد، ومثل ما ذكر ضيفك الكريم أيضا في المواد الغذائية الأساسية، تزامن ذلك أيضا من الوضع والبنية التحتية المترهلة
في أوروبا، خاصة أنه لو أخذنا على سبيل المثال وليس العصر، ألمانيا لا يوجد لديها أي محطة غاز لإسالته أو مسال، لأنه الغاز المسال ينقل عبر البحر. ولكن تعرف أنه 2020 حينما حصل اختلاف ما بين المملكة العربية السعودية وروسيا على حصص الإنتاج، وصلت الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصفر، وما دون الصفر وصلت عندنا إلى 20 دولار، مما أدى إلى انهيار الكثير والعديد من الشركات الأمريكية، وبدأ الأمريكان يناشدون المملكة العربية السعودية وروسيا لرفع الإنتاج، وهو ما تم رفع للتوازن. دول أوبك بلس تمثل 55% من حجم إنتاج الطاقة العالمية، لا يمكن إلا أن تلعب دور ريادي لحفظ تدفق الطاقة، هناك منتجين، هناك مستهلكين، توازن الأسعار مثل ما تفضل دكتور محمد، لا صعودا ولا هبوطا. دكتور محمد، لكي نضع الأمور في نصابها، بايدن لا يريد توازن، بايدن يريد أن يقاطع النفط والغاز الروسي بالكامل، ويريد من دول الخليج كما فعلت قطر أن تزيد من إنتاجها من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وأنت تعلم هذه المطالبات. رد الرياض كيف سيكون؟ هو أصلا الإدارة الأمريكية بايدن لم يوقع العقوبات على النفط الروسي إلا بعد مرور 3 أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بدأت في 24 فبراير. لاحظ هناك أيضا مع حزم العقوبات هناك انتهاك لحزم العقوبات الأوروبية، وهم كانوا يدورون في مخاض عسير حتى يقرون ولو جزء يسير من العقوبات اللي تم الإعلان عنها البارحة. 40 شركة اخترقت العقوبات وبدأت تدفع بالدولار إلى روسيا بانك، ثم يحول إلى الروبل الروسي، وقد استجابت. فأوروبا حقيقة مرتبكة في هذا الموضوع، والمملكة العربية السعودية هي ضمن 193 دولة، لا يمكن أن تنجر ضمن ضفتي الأطلسي 30 دولة زائد 15 دولة مؤيدة لهم. فالوضع يعني الآن يأخذ محور التوازن. بالنسبة لزيارة الرئيس بايدن المحتملة إلى المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية أعلنت موقفها إنه هذا الملف ملف سيادي لدى المملكة العربية السعودية، لأنها ضمن 23 دولة، ولا يمكن المملكة العربية السعودية أن تخرج عن هذا الالتزام والاتفاق، لأنه سيفقد مصداقيتها وشفافيتها أمام العالم. نعم سيد جون بيير، نقاط مثيرة للاهتمام ذكرها دكتور محمد، من عمليا انعدام صلاحية بعض العقوبات التي فرضت واختراق بعضها الآخر، أضف إلى ذلك إلى القرار الروسي بقطع النفط الذي بدأ تجاه 5 دول أوروبية وإجبارهم على الدفع بالروبل، كيف يرد الغرب على كل هذا؟ يرد باتحاده يعني بكتلته. لقد صرحت أورسولا فون دير لاين يوم الأحد أنها ستعود وتشتري النفط الروسي، كأنها وجدت نفسها أمام مأزق دبلوماسي. وبعد يوم من ذلك لقوا بلدان الدول الاتحاد الأوروبي حلاً لحزمة جديدة. يعني هي معركة داخلية ومعركة خارجية، يعني داخلية في الاتحاد الأوروبي لإقناع بعض الدول لإيجاد حلول جديدة لهذه المشاكل، وهي كذلك حرب أرادتها روسيا ولم تريدها الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل الجبهة الخارجية. لم أزعم أن الوقت يعني يدعو إلى التفاؤل، وهو هناك حلول سهلة، هناك صعوبات بالاتحاد الأوروبي كما هناك صعوبات من قبل القوة العظمى. لقد بدت المشكلة قبل شهور عندما أراد أن يتصل الرئيس بايدن إلى دول الخليج ولم ترد الملوك والأمراء إلى مطالبته، فكان جيدا أن هناك إرادة
وهي إرادة مفهومة في نهاية المطاف، أن لا يقفوا تابعين للقوة العظمى، ولكن يبقى أنها القوة العظمى مع ذلك. دكتور محمود، فيما يتعلق بالحبوب والغذاء وهو نقطة سوف أربطها أيضا بهذا الملف، لكن قبل ذلك أوروبا والغرب يتهمونكم أو يتهمون روسيا بأن تكذب في مسألة ضمان السماح بسفن الحبوب بالانطلاق، وأنها تكذب فيما يتعلق بالألغام الأوكرانية، وأنها على العكس تسرق الحبوب الأوكرانية وتريد بيعها. أول شيء بس بدي أجاوب على سؤالك جدا مهم، بس أحقق على كلام أستاذ جان بيير. أنا أسمع لأنه لما بيكون ردوا بالرد كان باتحادهم، أذكر لما كان العرب دائما اجتماعات القمة العربية ترد على إسرائيل باتحادهم، وهذا شيء معروف، يعني الاتحاد لا يعمل شيء، يعني كان العرب متوحدين أمام إسرائيل ولا تحصل شيء لإسرائيل. نفس الشيء الاتحاد الأوروبي يتحد ولكن فعليا غير متحد، كله متمزق وكل الآراء متمزقة والصراعات. هناك بعض الدول الأوروبية التي أدخلها الولايات المتحدة الأمريكية في غمر الاتحاد الأوروبي لخلل في الاتحاد الأوروبي لتصبح تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، هي بولندا وإستونيا ولاتفيا ولتفيا ورومانيا وبلغاريا. هذه الدول ليس لها اقتصاد وليس لها أي قيمة اقتصادية، أدخلت فقط لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الدول الأساسية في الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وفرنسا وألمانيا. بالنسبة لسؤالك للحبوب جدا مهم، روسيا تتهم بالحبوب. أنا أقول لك ليش الأزمة طلعت هالآن. الأزمة الآن خلقت فقط لأن الحرب قائمة على الأرض، هناك حرب اقتصادية وحرب عسكرية على الأرض يدعم فيها الغرب بكافة أنواع الأسلحة أوكرانيا، وحرب اقتصادية ترى العقوبات وما هو عليه، وحتى حرب نفسية ورياضية وحتى فنية على روسيا، والحرب الإعلامية. عندما فشلت الحرب الإعلامية على روسيا هي أن تسيطر روسيا على أساس دولة مجرمة في أوكرانيا، ففشلت. يعني حتى الآن خسائر المدنية في أوكرانيا جدا قليلة، وحتى المذابح التي تقول عنها ليس لها أي دليل. لذلك بدأوا الآن أن العالم في مجاعة وروسيا هي تأخذ الحبوب. على سبيل المثال أقول لك، يعني الآن يقولون عن 20 مليون طن قمح موجود في أوكرانيا روسيا تمنع من الخروج منه. أول شيء هال 20 مليون طن موجودين هن 17 مليون طن للشعب الأوكراني، لأن السنة القادمة بسبب الحرب ليس هناك زراعة في أوكرانيا، فهذا من حصة الأوكرانيين، يعني بجوع الأوكرانيين السنة القادمة. أول شيء. ثاني شيء، بسبب أوكرانيا زرع الألغام البحرية لا تستطيع ولا سفينة أن تمر، يعني روسيا تمنع السفن لأن الألغام موجودة على اليمين وعلى الشمال، وهذا ما قاله الوزير لافروف اليوم في مؤتمر صحفي في المنامة. يعني الألغام قال نساعد بعض وزير الألغام الأوكرانية وبعد ذلك تخرج السفن. بالنسبة للقمح الروسي، روسيا تصدر قمح، يعني الله إذا قلنا الهند بسبب الجفاف أوقفت الهند تصدير القمح، روسيا تصدر القمح ولكن العقوبات على السفن الروسية. صحيح. يعني لا تستطيع السفن الروسية أن تأخذ قمح دولية. فقال لهم الرئيس بوتين إذا تريدون أن لا تجيبوا. طيب، الروايات مختلفة حيال هذه المسألة، هناك الرواية الروسية والرواية الغربية. دكتور محمد، أريد أن أربط هذه النقطة بملف اليوم. هناك اعتقاد سائد بأن يتم الإعداد لنوع من الصفقة أو المقايضة، تريد السعودية الإبقاء على تفاهمات أوبيكلاس وربما تمديدها وأن تضمن حصتها من الحبوب والقمح والغذاء الذي تمده روسيا للعالم. لا، سلاسل التوريد والغذاء العالمي إن كانت القمح الحبوب أو زيوت النخيل أو الزيوت بصفة عامة هي أزمة عالمية، لدرجة أنه صندوق النقد الدولي ذكر أنه تقريبا 55 دولة متعثرة في سداد الديون، 12 دولة متعثرة نهائيا. فهذا المسألة خاصة أيضا أنه الهند وهي تنتج 30% من حجم إنتاج القمح والحبوب إلى العالم ذكرت هناك تغير مثل ما تفضل الدكتور الكريم في المناخي على مستوى العالم، وقد بررته الهند بالأمن الغذائي نظير قلة المياه قلة الأمطار والتغير المناخي، وكذلك ينطبق ذلك على روسيا وأوكرانيا وهم 35%. لكن ألا يسعى الخليج لترتيب معين مع روسيا لتفادي هذه الأزمة؟ ترتيب المملكة العربية السعودية وخلال الاتصالين ما بين الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان في 3 مارس ونهاية 3 مارس أوضحت موقفها إن مع حفظ
مع خفض التوتر في هذه المسألة. وأيضا هناك اجتماع خليجي بالدائرة المغلقة مع وزير الخارجية الأوكراني غدا في المملكة العربية السعودية يهم خفض التوتر. هناك تغير في الخارطة الجيوسياسية على المستوى العالمي، هذا لا شك فيه. من بعد 24 فبراير سنشهد نظام متعدد الأقطاب، لأن العالم بدأ يمل وإن من النظام، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية هي غير قادرة أن تكون أو تتوحد بنظام أحادي القطبية حقيقة. فالوضع يعني الآن اقتصاديا منهار، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 والتي كبدت العالم 12 تريليون دولار. والآن روسيا ربما يعني تنفخ، روسيا مضت في موضوع حدودها الشرقية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتراجع، لأن هذا أشكرك. أمر سيادي ولن يوافق عليه الشعب. أشكرك. كان بودي أن أخذ تعقيب على كل ذلك من سيد جون بيير ميلالي، لكن الوقت انتهى للأسف. سيد جون بيير ميلالي باحث في شؤون الشرق الأوسط من باريس، ودكتور محمد الحربي باحث في شؤون استراتيجية من الرياض، ودكتور محمود الأفندي أستاذ بأكاديمية العلوم في موسكو. شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدين، ابقوا معنا لمتابعة القسم الثاني من نشرة هذا المساء بعد قليل.